صباح الخير البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كل شيء بخير؟ من الصغير غادي تعرفوني فين كاينه. انا راني جيت لحد مزوره العربيه، وبغيت نشارك معكم هاد يومين اللي غادي نجلسوا تما. جداتي مريضه وجينا نشوفوها، كنتمنى ليها الشفاء والله يشافي كل من هو مريض. هنا في العربيه ضروري خاصهم يفيقوا بكري، كيف ما كتشوفوا خاصهم ايش الطبخ، خاصهم شحال من حاجه يقضيوها بكري قبل ما يسخن الحال. حيت ما نكذبش عليكم، هاد يومين داز واحد الصهد، الحال سخون بزاف بزاف بزاف. دابا راه 7 ديال الصباح، وبغيت نشارك معكم حتى الطريقه ديالي في الملوي اللي غادي نطيبو على العواد. هنا كاين غير خديت فارينه وفورس، ما كاينش القمح، كاين غير فرينه، واحد فرينه زوينه عجبتني، قلت انا نشاركها معكم، كتجي زوينه في المسمن ديالها. هنا خديت فرينه، جوج زلايف ديال الفرينه كبار، وجوج زلايف ديال القمح ديال الفورس، عجنتهم، درت غير شويه ديال الملحه وشويه السنيده وعجنتهم عادي. درت كويرات كبار وسرحتهم، خليتهم حتى ترخفوا وسرحتهم بهذه الطريقه. هنا سرحتهم فوق هذه الطابله، يمكن لك ديري فوق البوطاجي، فوق اي بلاصه تكون كبيره باش تلقاي اتساع. درتهم اشرطه بهذا الشكل وكرشهم كندهنهم بالزبده والزيت كيف ما كتشوفوا، وكرشهم بفرينه حيت سال القمح، كاين غير فرينه، نمشي شراها كتلعب كيف ما كتشوفوا. كنرشهم بهذا الشكل، صراحه واحد الجو زوين على الصباح، راه اش غنقول لكم، جو واعر واعر بزاف والله العظيم، ما نكذبش عليكم والله ما كراش انا نجي نسكن في العربيه والله العظيم، لان الجو كيكون صحي وزوين وكيعاونك انك تفيق بكري وبزاف بزاف ديال الحوايج. انا كنلويهم بهذه الطريقه، كيجي ساهل بلا ما تبقاي تسرحي وتلوي بشويه بشويه. هذه الطريقه هذه كديريهم اشرطه، كيجي ساهل ماهل. وهنا كل كره كتخرج لك تقريبا 3 ديال الملويات او 4 على حساب الكبر اللي بغيتي. انا هنا درتو متوسط، وكون كان الفراح كبير كثر كنت غادي نديرو كبار كبر من هكا. انا راه كنلوي وكنجبد العجينه في نفس الوقت. غادي نكمل كاع الكويرات اللي عندي، ومن بعد غادي نخرج غادي ندير واحد المناصب. كناخذ غير حجيرات كنحطوهم كنديروا الفراح، هاد الفراح هذا راه كنديروا فيه الخنفره، كنديروا فيه الملوي. هنا البقيرات راهما خرجوا، ومشينا نجيبوا الحطب انا وخالتي. هنا انا بديت نخبز كيف ما كتشوفوا معايا، وشكرا لخالاتي اللي كانوا واقفين معايا. الصراحه خالتي كانت كتصور ليا، وخالتي الاخرى كانت كتزيد الحطب تحت الفراح. هنا بالنسبه لهذاك اللي كيقول مناصب، كاين اللي كيقول الفرينه، كاين اللي كيقول الكانون، كل واحد وشنو كيقول، كل منطقه وشنو كتقول. بالنسبه لهذا اللي كيكونوا غير حجيرات بحال هكا، حنا كنقول لهم مناصب، وكاين الفرينه او الكانون كيكون مبني، كيكونوا مديرين دوك الحجيرات ومديرين عليهم التراب، كيكونوا بانينو، وكل واحد على حساب المنطقه ديالو وشنو كيسميه. كيجي ما نقولش لكم على البنه اللي فيه، ما منسم بريحه الدخان، ريحه العواد، واحد الريحه واعره واعره بزاف. شوفوا معايا كيفاش كيجي،
انا وسط جدنا للزريبه وكنطيبو فيه، حيت بكري كانوا كيديروا كيقولوا لها كشينه كتكون فيها الفرينات، مديرين البلاصه ديال البرمه بوحدها، البلاصه ديال الفراح، البلاصه ديال الفران، وكتكون عامر حموم وفيها الحطب وفيها، ولكن هذاك الشيء ما بقاش في العروبيه. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي محمره ومقرمله وزوينه. انا تقريبا هضرت شي 20 وحده، لان كانت العائله مجموعه كامله، كاينين خالاتي كاينين خوالي ولادهم كل شيء، الحمد لله كنا مجموعين. ونصبح الصباح بكري قلت لهم غادي نفطركم بالملوي على العواد في الفراح. انتوما شوفوا معايا، ما نكذبش عليكم كيحمق، لان هادشي كيعجبني نطيب في العواد، نطيب الخبز المسمن، الواحد كيلقى باش يشغل راسو في شي حوايج زوينين وياكل اكل صحي. كيف ما قلت لكم راه ملي كنجيو للعروبيه راه كنحيدو هذاك التوني ديال المدينه وكنشمرو على كتافنا، كنخبزو وكنطيبو في العواد، كن نقابلو البقر، كان يعني ما كنخليهم ما نديرو كاع داكشي ديال العروبيه كنديرو. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش كيجي محمر وكيجي مقرمل ومورق. انا يعني غنصيفط لهم هادشي اللي خبزت على ما كملت هادشي اللي باقي ومشي نفطر. ما بغيتش نطول عليكم البنات، نخليكم هاد الساعه حتى نتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش تدعوا معنا بالشفاء العاجل، الله يشافيها ويعافيها يا ربي ويشافي جميع المرضى. كنتمنى الفيديو كيف ما قلت لكم يعجبكم، ما تنسونيش من لايك واشتراك والبارطاج. شكرا على الدعم ديالكم ومرحبا بالناس الجداد. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ويوم جديد من العروبيه. بسلام عليكم.